يا دكتور نحب نتشرف بحضرتك. الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد استاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس. اهلا يا دكتور. اهلا بيكي. انا سعيد اليوم ان انا اتكلم على التهاب الاعصاب الطرفيه وعلاقتها بمرضى السكر. التهاب الاعصاب الطرفيه هو ايه؟ العصب اساسا او العصب الطرفي دي اعصاب بتطلع زي الخيوط الستان، لونها بيدي الى الايفوري اللي هو اللؤلؤ او الرخامي، وبتطلع موجودة من العمود الفقري وبتطلع من الجمجمة وبتغذي تقريبا كل خلية في الجسم. من هذه الأعصاب الطرفية يعني ما فيش خلية في الجسم إلا ما يكون عصب طرفي بيغذيها. لو في خلية انعدم الأعصاب الطرفية إنها تغذيها الخلية دي بتموت، زي ما بيحصل في شلل الأطفال اللي هو كان زمان موجود أو بدأ يظهر خفيف تاني. شلل الأطفال تلاقي القدم أو الرجل أو العضو اللي هو متأثر بشلل الأطفال تلاقي قصير عن العضو التاني، لأن العصب فيه تغذية عصبية ليست تغذية دموية فقط التي تعتمد عليها الأجسمنا أو خلايانا، ولكن أيضا فيه تغذية عصبية عن طريق ومضات كهربية بتصل تعمل نوع من الإثارة لهذه الخلايا حتى تعمل بصورة طبيعية. طيب اللي بيحصل بالاعصاب الطرفيه نتيجه ارتفاع السكر المزمن او اختلال عمل الانسولين، وده الادق بينه وبين السكر، يعني الملحمه دي لا تسير بصوره طبيعيه في مرضى السكر، وبالتالي في هذه الاعصاب الطرفيه بتبدا يحصل لها نوع من التهتك ونوع من التاكل. يبدا اولا ان هو اضطراب وظيفي. يعني وظيفي يعني ايه؟ يعني الوظيفي لو انا جبت العصب ده وشفته تحت الميكروسكوب هلاقيه طبيعي 100%. تمام. ولكن هناك خلل في تناقل الايونات وتناقل الصوديوم والبوتاسيوم، لان العمليه دي عمليه حيويه دقيقه جدا بيستلزمها يعني مقومات طبيعيه من الاكسجين والجلوكوز والانسولين وبعض الهرمونات الاخرى وبعض الانزيمات الكثيره التي تتعلق بها تداخل هذه الايونات. عند اضطراب هذه الايونات فانه الكهرباء اللي بتيجي من المخ المفروض توصل لكل خليه من اللي احنا اتفقنا عليها، هذه الكهرباء عليها تشويش، وهذا التشويش يؤدي ان يحصل هناك اضطراب وظيفي في العصب. يعني مثلا لو جت في الاحساس هنحس المريض يشعر بتنميل وخدلان والم وحرقان ونار في ايديه او في رجليه وعدم بتعب في القدمين، بينما احيانا يفقد لو زاد الانسلت او زادت المشكله في هذه الاعصاب الطرفيه ولم يتم علاجها مبكرا، فبعد ما كانت هناك العطب ده عطب وظيفي الا وهو ليس هناك تاثير ميكروسكوبي على العصب، يبدا هناك التاكل الحقيقي، لان العصب ده بيرتدي بعض الجواكت وبعض الملابس التي تحميه من الأنسجة اللي حواليه. هذه الأغطية يتم تأكلها وتهتكها، وبالتالي يبدأ أنه هو اضطراب شديد جدا، وقد يفقد المريض تماما الإحساس بالقدمين. الأعصاب الطرفية تحمل أيضا ما نسميه الإحساس اللا إرادي أو العمل اللا إرادي، زي عملية التبول وعملية القدرة الجنسية عند الرجال وعملية الضربات، يعني ضربات القلب والجهاز الدوري وامتلاء المعدة وتفريغ المعدة. بمعنى ان التهاب الاعصاب الطرفية لا يعني فقط تنميل وخدلان وحرقان ونار في القدمين، ولكن قد يأتي في صور تانية. يأتي انه تقطع البول عند الرجال ونقول عندهم بروستاتا، يبقى هناك ليس هناك قدرة على الانتصاب ونقول ده سببه نفسية او هرمونية. يجي ضربات قلب سريعة ونقول ان هناك في ذبحة صدرية او في هناك الم في او هناك مشكلة في القلب. يأتي في انتفاخات في البطن او هناك اسهال ونقول ده دي المرارة، او نقول المعدة فيها قرحة، وده كله اضطراب في الاعصاب الطرفية. شكرا يا دكتور، استفدنا كتير من كلام حضرتك. العفو. شكرا.